يعني انا عايز اقول حاجة بستغرب لها جدا، يعني في مصر وبعض من الشعب المصري اللي عايز يقاطع عشان يعاقب امريكا او دول الغرب او واتيفر، فبيمتنع انه يروح ياكل في ماكدونالدز اللي هي موجودة في مصر، او بيمتنع ان هو يشتري حاجة من ستاربكس اللي هي في مصر. يعني معلش، يعني سؤال بس بسيط، يعني لو في الحد الأدنى من الفهم، انت ماكدونالدز بيجيب لك منتجات الاسم بس أجنبي، شركة أجنبية، لكن اللي مشتريها مصري، الوكيل بتاعها مصري، وأكيد بياخد الفلوس، مكسبه كله بيحطه في البنوك المصرية اللي هي محتاجاها، يعني اللي بيستفيد بيها البنك مصر. معظم المنتجات اللي ما كانش 100% منها من زراعة بلدك، موظفينها من بلدك، إخواتك وقرايبك وأهلك وناسك اللي بيعيشوا منها. يعني حضرتك يعني بتبقى ماسك موبايل آيفون منتج 10، يعني قيمته 10 أضعاف قيمة السندوتش اللي بتاخده، وكله مستورد من بره، وبتمسكه وتطلع عليه تقول أنا بتستخدمه، وتكتب مقاطعة لماكدونالدز اللي في مصر، اللي بيشتغل فيه واحد مصري، اللي بيشتري المطعم اللي بيشتري منتجاته من مصر بينفع زراعة بلدك واقتصاد بلدك، اللي صاحبه بيحط فلوسه في مصر وفي بنوك مصر. يعني أنا معرفش، يعني فعلا أمة دحق من جهلها الأمم. يعني عندك موبايلات، عندك 100,000 حاجة، عربيات، يعني العربية، يعني لو في 1,000,000 واحد قطع ماكدونالدز سندوتش ماكدونالدز، مش زي ما واحد بيقطع عربية. بس انت لا، تركب العربية الأجنبية الأمريكية ولا الأوروبية، معاك موبايل أجنبي، لكن بتعاقب أخوك أو ابن عمك أو قريبك أو جارك اللي شغال في ماكدونالدز. برافو.